الرئيس السيسي يبحث مع العاهل الأردني تعزيز التعاون الثنائي من خلال آلية التعاون الثلاثي مع العراق. حمدوك يبحث مع بومبيو في الخرطوم حذف اسم السودان من قائمة الإرهاب. ووزير الخارجية الألماني يؤكد وقوف بلاده مع اليونان في خلافها القائم مع تركيا. الثالثة عصرا في القاهرة والواحدة بتوقيت غرينتش، أهلا بحضراتكم في نشرة إخبارية جديدة ومفصلة تأتيكم من إكسترا نيوز. بداية هذه النشرة مع ليلاس كفوزي، إليك ليلاس. شكرا لك يا دينا وأهلا بكم مشاهدينا. وفي البداية نرجو من حضراتكم أخذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا لنحمي أهلنا ونحمي بلدنا. وخبرنا الأول، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الأردنية عمان مع الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي ثمن مستوى التنسيق بين البلدين سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع العراق، بما يسهم في التصدي للتحديات التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى المملكة الأردنية الهاشمية. عند وصول السيد الرئيس لعمان كان في استقباله جلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن. عقب الوصول أجرى الزعيمان مباحثات حول كافة مستجدات الأوضاع الإقليمية والتأكيد على الحرص المتبادل بين مصر والأردن لتعزيز علاقاتهما الثنائية في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، بما يساهم في تحقيق آمال وطموحات الشعبين الشقيقين لا سيما على الصعيدين السياسي والاقتصادي. وشهدت القاهرة في 24 مارس عام 2019 انعقاد أول قمة ثلاثية لقادة مصر والأردن والعراق لينطلق التعاون بين الدول الثلاثة من تكامل مصالح الدول الثلاثة الاستراتيجية والاقتصادية. وشهدت القمة الثانية التي عقدت في نيويورك تأكيد دعم قادة مصر والأردن والعراق للحل السياسي الشامل للقضية الفلسطينية. في 24 مارس عام 2019 دشنت القمة الثلاثية لقادة مصر والأردن والعراق والتي انعقدت بالقاهرة مسارا للتعاون بين الدول الثلاث، وكانت بمثابة رسالة بليغة لوحدة الموقف والتعاون والترابط بين شعوب الدول الثلاثة وتأكيدا على التعاون الاقتصادي. هذا التعاون القائم بين الدول الثلاث ينطلق من الإمكانات التي يتيحها تواصلها الجغرافي وتكامل مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية، بالإضافة للروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية بين الشعوب الثلاثة في ظل ظروف دقيقة تمر بها الأمة العربية وتحديات غير مسبوقة يواجهها الأمن القومي العربي.
في سبتمبر عام 2019 شهدت نيويورك قمة ثلاثية أخرى جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس العراقي برهم صالح، حيث استعرض القادة آخر تطورات مسار التعاون الثلاثي وسبل تعزيز التعاون والتنسيق السياسي والاقتصادي والاستراتيجي، مع الاستمرار في إعطاء الأولوية للتعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والإسكان والبنية التحتية والعمل المشترك بين الدول الثلاث لتعزيز الأمن القومي العربي. القمة كانت أيضا مناسبة لمناقشة عدد من الأفكار لتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي، ومن بينها تعزيز وتطوير المناطق الصناعية المشتركة والتعاون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية وإعادة الإعمار، بالإضافة لزيادة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة. وقد أكد القادة خلال تلك القمة دعمهم للحل السياسي الشامل للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية، كما أكدوا على أهمية الحل السياسي الشامل لأزمات المنطقة وخاصة الأزمات في سوريا وليبيا واليمن. بحث وزير الإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي مع سفير العراق بالقاهرة أحمد نايف اللدليمي سبل زيادة التعاون المشترك. وأعرب وزير الإنتاج الحربي عن أهمية توطيد الشراكة الاستراتيجية التي تحقق منفعة لكلا الجانبين. من جانبه أعرب سفير العراق عن حرص بلاده لفتح مجالات عديدة للتعاون مع الوزارة في إطار ما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانات تكنولوجية وتصنيعية وفنية. بحث وزير الإسكان عاصم الجزار مع رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي السناف في زيادة التعاون المشترك ونقل الخبرات المصرية في مجال التنمية العمرانية. قال الجزار إن الوزارة تمتلك خبرة كبيرة في مجال التنمية العمرانية وتوفير الوحدات السكنية لجميع المواطنين، فيما أكد رئيس اتحاد المقاولين العراقيين الحاجة لدعم شركات المقاولات المصرية في تنفيذ المشروعات المختلفة والرغبة في نقل الخبرة والنجاح المصري إلى العراق. أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تضع المشروع القومي لرصف الطرق المحلية على أجندة أولويات عملها خلال المرحلة الحالية. وخلال اجتماعه مع وزيري التنمية المحلية والنقل وعددا من المسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات وكذا خطة تطوير مزلقنات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، كلف مدبولي وزير النقل بالتنسيق مع وزير التنمية المحلية والمحافظين لإعداد خطة العام المالي القادم بشأن تطوير الطرق المحلية بالمحافظات، مشددا على أن هذا المشروع من الأهمية بمكان بالنسبة لكل مواطني المحافظات، ولافتا إلى أنه سيتم توفير المخصصات المالية المطلوبة لهذه المشروعات على الفور. بلغ إجمالي الأطوال المنفذة بالمشروع القومي للطرق بالمرحلتين الأولى والثانية من الشبكة القومية الجديدة 4500 كيلومتر وجري تنفيذ 1300 كيلومتر بالمرحلة الثالثة. المزيد نتابعه في التقرير التالي. طفرة غير مسبوقة شهدها قطاع النقل خلال السنوات الأخيرة، مما كان له انعكاسات إيجابية وإسهام كبير في دعم مشروعات التنمية المستدامة بكافة صورها. فمنذ تولي الرئيس السيسي الحكم تم التخطيط لتنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 7000 كيلومترا بتكلفة 210 مليارات جنيه، حيث بلغ إجمالي الأطوال المنفذة بالمرحلتين الأولى والثانية من الشبكة القومية الجديدة للطرق 4500 كيلومترا، وكذلك جاري تنفيذ 1300 كيلومترا بالمرحلة الثالثة. ومن المخطط تنفيذ 1200 كيلومترا فور الانتهاء من المرحلة الثالثة
ليصبح إجمالي أطوال شبكة الطرق السريعة والرئيسية المستهدف الوصول إليها 30,500 كيلو متراً بعد أن كان 23,500 كيلو متراً في يونيو 2014. كما تم الانتهاء من تطوير وصيانة ورفع كفاءة 5,000 كيلو متراً من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 15 مليار جنيه، هذا بجانب التخطيط لإنشاء 21 محوراً على النيل بتكلفة 30 مليار جنيه، منها 7 محاور تم الانتهاء من تنفيذها، وكذلك جاري تنفيذ 8 محاور أخرى. ومن المخطط البدء في إنشاء 6 محاور ليصل إجمالي المستهدف الوصول إليه إلى 59 محوراً وكبري على النيل بدلاً من 38 قبل يونيو 2014. كما تم إنشاء 600 كبري ونفق على مزل قنات السكك الحديدية وعند تقاطعات الطرق الرئيسية بتكلفة 85 مليار جنيه. وانعكست مشروعات الطرق إيجابياً على ترتيب مصر العالمي في مؤشر جودة الطرق خلال الفترة ما بين 2014 حتى 2019، حيث تقدمت مصر 90 مركزاً دفعة واحدة لتصل للمركز 28 عالمياً بنهاية عام 2019، كما انعكس الأمر على انخفاض معدلات حوادث الطرق في الفترة ما بين 2014 إلى 2018 بنسبة تصل إلى 41%. كما تقدمت مصر 26 مركزاً في مؤشر التنافسية العالمي لتصل للمركز 93 عالمياً، كما تقدمت في مؤشر البنية التحتية لتصل للمركز 52 عالمياً بدلاً من 14 بعد 100 في عام 2014. كما أنعش تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية حركة التجارة مشروعات قومية عملاقة في مجال النقل تتكامل مع خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، سواء التنمية العمرانية وإنشاء المدن الجديدة أو التنمية الصناعية وكذلك الزراعية، فضلاً عن توفير البنية الأساسية اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات. ناشدت وزارة الداخلية المواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني قبل انتهاء الفترة المحددة. تسعى وزارة الداخلية نحو تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة تهدف إلى تحقيق الانضباط على الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية. لذلك تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يعد خطوة مهمة لتطبيق تلك المنظومة. وقد أمهلت وزارة الداخلية قائد المركبات مهلة تنتهي في 20 من شهر أكتوبر القادم لتركيب الملصق، ويمكن تركيبه دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص أو تجديد الترخيص. وعقب انتهاء المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. المواطن بيجي سواء بيجدد بينزله الملصق إجباري، أو لو جاي ما يركب الملصق بيخش على شباك مخصص للستيكر بيتم دفع الرسوم، وبيخرج معاه الشركة المسؤولة عن التركيب بيركب على الإزاز وبيتم التفعيل بعد ما بيركب على الإزاز. وبعد ما بيلزقه على الإزاز بيعيد تأكيد تاني عليه من خارج عشان يتأكد إن الملصق بعد ما اتلزق على الإزاز تمام، يعني فعال وشغال. وتيسيراً على المواطنين تم مد فترات العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى 5 مساءً، ولحين الانتهاء من المنظومة والتي تتضمن أيضاً استبدال اللوحات المعدنية القديمة باللوحات المؤمنة أرقام وحروف. وقد وفرت وحدات المرور كافة الإمكانات اللازمة لذلك، بحيث لا يستغرق وقت تركيب الملصق دقائق معدودة. إجراءات الحمد لله كلها كويسة ومتسهلة، وفي نظام وفي دور وفي كل حاجة كويسة، يعني في سهولة في الإجراءات في نظام. لا حاجة كويسة طبعا، يجي لك رسالة على الموبايل وانك عملت مخالفة في نفس الوقت، برضو دي حاجة كويسة جدا وبتعرفها في ساعتها ان بتاعتك وكده. وتتيح المنظومة آلية التعرف على المركبات المبلغ بسرقتها والمطلوبة أمنيا، وحصر أماكن الكثافات المرورية، واختار غرف عمليات إدارات المرور لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة، وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.
الفايده الاساسيه للملصق ان احنا بنوصل للعربيات المطلوبه امنيا والعربيات المنتهيه التراخيص، وبنقدر نحدد عن طريقه الاماكن اللي فيها الكثافات المروريه عن طريق الكاميرات ام بي ار، وبنسجل مخالفات الرادار او المخالفات اللي في الطريق استخدام التليفون المحمول، وبتوصل على الموبايل بتاعه في نفس التوقيت. على مالك المركبات سرعة التوجه لوحدات المرور لتركيب الملصق الإلكتروني قبل انتهاء المهلة المحددة في 20 أكتوبر القادم، وإلا توقفت الخدمات المرورية المقدمة لهم، وحتى يتم تطبيق منظومة المرور الذكية للحفاظ على الأرواح والممتلكات. قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك انه ناقش مع وزير الخارجيه الامريكي ماك بومبيو حذف اسم السودان من القائمه الامريكيه للدول الراعيه للارهاب. وفي تغريده له على تويتر اشار حمدوك الى انه اجرى مع بومبيو محادثات مباشره وشفافه ناقش خلالها العلاقات الثنائيه ودعم الحكومه الامريكيه للحكومه المدنيه في السودان، لافتا الى تطلعه الى خطوات ايجابيه ملموسه تدعم الثوره السودانيه. كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد وصل الخرطوم قادما من إسرائيل في أول زيارة لوزير خارجية أمريكي للسودان منذ 15 عاما. هذا ومن المقرر أن تتناول مباحثات وزير الخارجية الأمريكي في الخرطوم الدعم الأمريكي للحكومة السودانية، فضلا عن مسألة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. هذا وتتناول المباحثات سبل دعم أمريكا للسلام في السودان. رحب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بمعاهدة السلام التي أبرمت بين الإمارات وإسرائيل. وخلال مؤتمر صحفي عقب مباحثات بين دومينيك راب ورئيس وزراء إسرائيل، قال وزير الخارجية البريطاني إن المنطقة بحاجة لمعاهدات سلام عدة. كان راب قد بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مساعي استئناف حوار السلام، حيث من المقرر أن يلتقي لاحقا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس. وإلى الملف السوري، حيث كلف الرئيس السوري بشار الأسد حسين عرنوس بتشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات برلمانية في يوليو الماضي. وكان عرنوس رئيسا للحكومة المنتهية ولايتها، وعينه الأسد في يونيو الماضي محل عماد خميس في وقت تشهد فيه سوريا أزمة اقتصادية طاحنة وانخفاضا في قيمة عملتها. أفاد المركز الروسي للمصالحة في سوريا بتعرض مدرعة روسية للاستهداف من قبل مسلحين خلال دورية روسية تركية مشتركة في سوريا. وقال المركز الروسي للمصالحة في سوريا في بيان إن جنديين روسيين أصيبا بجروح خفيفة، كما تضررت ناقلة جند مدرعة تابعة للشرطة العسكرية الروسية نتيجة استهداف مسلحين للدورية على الطريق السريع M4 في محافظة إدلب السورية. قال وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس أن برلين تقف إلى جانب اليونان في خلافها القائم مع تركيا بشأن شرق المتوسط. وأضاف هايكو ماس أنه لا يمكن التوصل إلى حلول في قضايا شرق البحر المتوسط إلا على أساس القانون الدولي ومن خلال الحوار الصادق.
عقدت اليوم قمة ثلاثية بالعاصمة الأردنية عمان بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وعاهل المملكة الأردنية الملك عبد الله الثاني ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي. صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن القمة تناولت سبل تعزيز التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاثة، خاصة تلك التي تتعلق بالطاقة والربط الكهربائي والبنية الأساسية والغذاء، فضلا عن التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة وجهود مكافحة الإرهاب. تناول الزعماء الثلاثة أيضا أوجه تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وذلك بهدف تأسيس مرحلة قادمة من التكامل الاستراتيجي بين الدول الثلاث قائمة على الأهداف التنموية المشتركة. وقد أكد الرئيس خلال القمة استعداد مصر لتقديم خبرتها وتجربتها في كافة المجالات للأردن والعراق، وكذلك إقامة مشروعات تنموية مشتركة محددة يتم تنفيذها وفق جدول زمني محكم يكون لها مردود مباشر وسريع على عملية التنمية والحياة المعيشية للمواطنين، وذلك بالإضافة إلى تعزيز مسارات التعاون السياسي والأمني. وأضاف المتحدث الرسمي أن القمة تطرقت إلى أبرز القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الرئيس أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تهدد الاستقرار والأمن في المنطقة. تناولت القمة أيضا تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد القادة الثلاثة دعم الشعب الفلسطيني للحصول على كامل حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. كما تناولت القمة مستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، حيث أكد القادة الثلاثة تكثيف التنسيق المتبادل خلال الفترة المقبلة في هذا الإطار للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في إطار الحفاظ على وحدة واستقلال الدول العربية وسلامتها الإقليمية، بما يسهم في إنهاء المعاناة الإنسانية الهائلة التي مرت بها هذه الشعوب خلال السنوات الماضية. قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس أن بلاده لن تتفاوض مع تركيا تحت أي ضغط عسكري. جاء ذلك في تصريحات للوزير اليوناني تعليقا على الأنشطة التركية غير القانونية المستمرة في شرق المتوسط، مشيدا بوقوف فرنسا مع أثينا في مواجهة الأزمة مع تركيا، ومشيرا إلى أن ما يحدث من أنقرة يمثل تصعيدا ويشكل عسكرة غير مقبولة، لافتا إلى أن التصعيد في العدوانية التركية موجه ضد الاتحاد الأوروبي. قال وزير الدفاع القبرصي إن فرنسا وإيطاليا واليونان انضمت إلى تدريب عسكري جوي بحري مشترك يستمر لمدة 3 أيام بمنطقة البحر المتوسط. من المقرر أن تنشر كل من فرنسا واليونان طائرات مقاتلة وسفنا بحرية حربية كجزء من التدريب، بينما ستفعل قبرص نظامها الدفاعي الجوي لاختبار قدراتها العسكرية. أقدمت الحكومة في تركيا على اقتراض 6,028,900,000 ليرة خلال مناقصتي سندات مختلفتين. وبلغ عجز الموازنة التركية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 139 مليار ليرة، وذلك وفقا لبيانات رسمية. وخلال يوليو الماضي تراجع عائدات الخزانة
بنحو 7.4%، بينما ارتفعت نفقاتها بنحو 39.1% لتسجل 116 مليار و225 مليون ليرة. أصدرت السلطات التركية قرارات باعتقال 42 من طلاب أكاديميات عسكرية و54 ضابطا بحريا، وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة سوزغو فإن المعتقلين متهمون بالإرهاب ومساعدة حركة عناصر فتح الله جولان، مشيرة إلى أن حملات الاعتقال استهدفت 16 ولاية من بينها اسطنبول وأنها مستمرة حتى الآن. لمزيد من النقاش ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد مصطفى، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. مرحبا بك أستاذ محمد معنا في هذه الجولة. ما تعليقك على هذه الأنباء المتعلقة باعتقالات جديدة في تركيا، هذه المرة تطال طلاب في أكاديميات عسكرية؟ نعم، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. طبعا دي حلقة جديدة من مسلسل مستمر لاعتقالات في صفوف الشعب التركي، وتحديدا في صفوف العاملين بالمؤسسات السيادية التركية وفي مقدمتها القوات المسلحة، ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وتغيير عقيدتها العسكرية من عقيدة مدنية إلى عقيدة فاشية دينية. هذا ما يقوم به أردوغان على مدى 4 سنوات منذ مزاعم محاولة الانقلاب سنة 2016. لكن دلوقتي في متغيرين أساسيين في هذا السياق. المتغير الأول يتعلق بالتركيز على فصل عناصر وقيادات من القوات البحرية التركية، ونحن نعلم أن القوات البحرية إذا حصل إعادة هيكلة هي ليست في وضعية مماثلة للقوات البرية. يعني مثلا القوات البرية يستطيع أن هو يفصل ضابط ويحل محله ضابط آخر بمجهود تدريبي بسيط، لكن علشان يعمل في القوات البحرية على قطعة حربية بحرية ده أمر بيستغرق شهور وسنوات لإعداد هذا المقاتل البحري، وبالتالي هو لا يستطيع أن يقوم بعملية الإحلال في القوات البحرية، وهناك مشكلة كبيرة في ولاءات ضباط وقيادات القوات البحرية التركية لحزب العدالة الفاشي الذي يحكم تركيا في الوقت الراهن. فأردوغان في سباق محموم وبيتجه للخيار الأصعب، وهو أن يقوم بعزل أو فصل ضباط وقادة القوات البحرية دون أن تحدث عملية إحلال حقيقية. من الجانب الآخر طلاب الكليات العسكرية التركية هو لا يستطيع ضخ دماء من عناصر جماعة الإخوان المسلمين بالعدد الذي يريده، وبيحدث أن يدخل أشخاص بهوية علمانية أو مدنية في هذه الكليات، فابتدأ أردوغان يقوم بعملية شديدة الغرابة وغير مسبوقة في أي مؤسسة عسكرية في العالم، وهو أن يقوم بعزلهم استنادا لتهمة عجيبة للغاية، وهي أنهم دخلوا من الأساس للكليات العسكرية بوسائط، يعني بالواسطة من جانب قيادات في حركة الخدمة بقيادة فتح الله جولن علشان يقدر يرفدهم. لكن طبعا ده ليس له أي سند قانوني ولا يمكن إثباته، إنما هي فقط مبررات لإبعاد العناصر غير الإخوانية من الكليات العسكرية التركية. طيب أستاذ محمد، يعني حين يريد النظام التركي أن ينتقم من كل هؤلاء فئات عريضة، إذا كانوا من الصحفيين، من القضاة، من العسكريين، حتى من المعلمين في المدارس، لماذا تمتد هذه العملية من التصفية لمدة 4 أعوام؟ يعني هذا الانقلاب كان في عام 2016، بعد 4 أعوام ما زالت هذه العملية مستمرة، ما السبب وراء ذلك؟ هل يتضح في كل مرة يعني لرجب طيب إردوغان أن هناك أسباب يريد من خلالها يعني إبعاد هؤلاء؟ لا، هو الأمر يعني أبسط من ذلك بكثير. هو بيمارس الاعتقالات والتصفية والعزل والفصل استنادا الى هذا الانقلاب زي ما حضرتك اشرت من 2016، لكن وتيره المعارضه التركيه اكبر بكثير من وتيره عمليات الاعتقال والفصل والعزل وحتى التصفيه الجسديه لعناصر في جنوب شرق تركيا غير مواليه لاردوغان. اعداد المعارضين بتتنامى يوما بعد يوم، وهؤلاء يعملون في مؤسسات تركيه،
فكل ما عددهم يزيد زي ما حضرتك كده بتشوفي كل يوم يبتدي يمارس اعتقالات جديدة أو عمليات فصل جديدة، وهي أصبحت دائرة مغلقة بسببها. أصبح الشعب التركي يطلق الآن على أردوغان لقب جلاد الأتراك. الأمر أصبح شديد الخطورة، وهو في حالة نفسية شديدة الصعوبة، لأنه يدرك أنه مقبل على انتخابات قادمة، وأنه يواجه في عمليات التوسع الخارجي اللي بيقوم بيها لشغل المؤسسة العسكرية عن الداخل، بيواجه بانكسارات عسكرية وبيحاول التغطية عليها بقى بمسائل كلها كذب، زي حقل الغاز الهائل اللي هو قال انه اكتشف مؤخرا بينما هو مكتشف من 2004، او حتى تغيير آية صوفيا الى مسجد، امور من هذا القبيل هدفها شغل الرأي العام التركي في الداخل واشاعة الروح القومية، ودي وسيلة ما بقتش ناجحة بالنسبة له، او انه هو يمارس عمليات توسع عسكري في دوائر او في مناطق اخرى في الشرق الاوسط، ودي برضو ما بقتش جايبه نتيجه، لان الموقف العربي والاوروبي ابتدى ياخذ شكل اكثر ايجابيه. استاذ محمد مصطفى، مدير تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط، شكرا جزيلا لك. نضيع عليكم الآن مشاهدينا مراسم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لدى وصوله إلى العاصمة الأردنية عمان. Thank you.
أعربت واشنطن عن اعتراضها الشديد على استضافة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لاثنين من قادة حركة حماس في اسطنبول يوم 22 من الشهر الجاري. أضافت الخارجية الأمريكية في بيان لها أن استمرار إردوغان بالتواصل مع حركة حماس سيؤدي إلى عزل تركيا عن محيطها. وأشارت الخارجية إلى أن علاقة إردوغان مع حماس تثير قلق الولايات المتحدة، مؤكدة أن هذه ليست المرة الأولى التي يستضيف فيها إردوغان قادة من حركة حماس. أفادت قناة العربية بأن وفدا من الجيش الإسرائيلي والشباك والموساد زار قطر. وأوضحت القناة أن الوفد الأمني الإسرائيلي بحث الوضع في غزة مع المسؤولين القطريين. نفى الكرملين ما يتردد من اتهامات عن تورط السلطات الروسية في تسميم المعارض أليكسي نافالني، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أنه لا يمكن لموسكو أن تأخذ هذه الاتهامات على محمل الجد، واصفا بأنها مجرد ضوضاء فارغة. أشعل محتجون النار في عدة مبانٍ بولاية ويسكنسن الأمريكية، وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع في اشتباكات بمدينة كينوشا عقب إصابة رجل من أصول أفريقية بالرصاص في ظهره، وذلك عندما أطلق رجال الشرطة النار عليه أمام أبنائه الثلاثة الصغار. وتحدى المحتجون حظر تجوال فرضته السلطات من الغروب إلى الفجر، إذ تصدوا لضباط إنفاذ القانون خارج مقر المحكمة المحلية على مسافة غير بعيدة عن المكان الذي سقط فيه جاكوب بليك جريحا يوم الأحد في مواجهة سجلتها كاميرا بالفيديو. ورغم أن أسرة جاكوب قالت أن حالة ابنها مستقرة بعد أن أجريت له جراحة، إلا أن الحادثة أطلق موجة من الغضب، إذ أصبح أحدث حلقة في سلسلة أحداث تسلط الضوء على معاملة الشرطة للأمريكيين من أصول أفريقية. أعلنت الشرطة في مدينة بورتلاند الأمريكية حدوث أعمال شغب واعتقلت أكثر من 20 شخصا وأمرت المحتجين بالانصراف بعد إضرام النيران في مقر رابطة الشرطة. وفي تغريدة لها على تويتر حذرت الشرطة المواطنين من التعرض للاعتقال وذخائر السيطرة على الحشود حال عدم الانصراف، مضيفة أن أفرادها يتصدون للحرائق التي أضرمت قرب شوارع نورث لومبارد ومنطقة نورث كامبل. واجتاحت مظاهرات مناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة منذ وفاة المواطن الأمريكي من ذوي الأصول الإفريقية جورج فلويد في شهر مايو على يد رجل شرطة. أعلن مسؤول مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة أن أكثر من 10,000 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي ما زالوا نشطين في العراق وسوريا بعد عامين من هزيمة التنظيم. هذا وأخبر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن عناصر داعش يتحركون بحرية في خلايا صغيرة بين البلدين، لافتا إلى أن التنظيم أعاد تنظيم صفوفه وزاد نشاطه ليس فقط في مناطق الصراع كالعراق وسوريا، ولكن أيضا في بعض الفروع الإقليمية. أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل جندي ومدنيين اثنين في انفجار استهدف وحدة تابعة للجيش شمالي أفغانستان. أوضحت الوزارة أن الانفجار أسفر أيضا عن إصابة 14 شخصا، فيما كشفت مصادر أمنية أن الانفجار وقع بواسطة سيارة مفخخة. من جانبها أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الانفجار.
تمكنت قوات الإنقاذ من انتشال 60 ناجيا من تحت أنقاض مبنى منهار في الهند. وأفادت مصادر رسمية هندية بأن ما لا يقل عن 100 شخص محاصرون تحت أنقاض المبنى المنهار الذي يتكون من 5 طوابق. من جانبه قال نائب محلي أن سكان المبنى والبالغ عددهم 200 ساكن لم يكن أغلبهم متواجدا داخل المبنى وقت انهياره. نفى مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ستيفن هان اتهامات الرئيس دونالد ترامب بوجود عناصر من الدولة العميقة تحاول تأجيل إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا. كان دونالد ترامب قد اتهم أعضاء من الدولة العميقة في إدارة الغذاء والدواء بالعمل على إبطاء اختبارات لقاحات أمريكية ضد فيروس كورونا وتأخيرها عمدا إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 شهر نوفمبر المقبل، والتي يأمل دونالد ترامب في الفوز بها. تبدأ إيطاليا تجربة لقاح محتمل ضد فيروس كورونا على متطوعين، وسيجري أحد المعاهد في مستشفى متخصص في الأمراض المعدية بالعاصمة روما تجارب على 90 متطوع خلال الأسابيع القادمة على أمل توفير لقاح خلال الفترة القادمة. هذا وقال مدير الشؤون الصحية في المستشفى فرانشيسكو فايا إن المريض الأول سيخضع للمراقبة 4 ساعات قبل السماح له بالعودة إلى منزله، حيث سيظل تحت الملاحظة 12 أسبوع. سجلت روسيا 4696 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 967 ألف حالة، وهي رابع أعلى عدد للإصابات في العالم. قالت السلطات إن 120 شخصا توفوا بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات الناجمة عن المرض في روسيا إلى أكثر من 16500 حالة. أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 1278 حالة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 234853 حالة. هذا وسجل المعهد 5 وفيات جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 9277 حالة. أما الهند فقد سجلت ما يقرب من 60 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم السابع على التوالي، إذ انتقل تفشي الوباء من المدن الكبرى إلى المدن الأصغر. أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أن البلاد سجلت 60975 إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات إلى أكثر من 3 ملايين، وزاد عدد حالات الوفاة إلى 848 حالة، ليصل إجمالي الوفيات إلى ما يقرب من 58400 حالة. أمرت كوريا الجنوبية بإغلاق معظم المدارس في سول والمناطق المحيطة والعودة إلى الدراسة عبر الإنترنت في أحدث خطوة في سلسلة تدابير احترازية تهدف إلى تجنب حدوث ظفرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا. وأبلغت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن 280 إصابة جديدة بكورونا، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 17945 إصابة، ويصل عدد الوفيات إلى 310. ورغم تركز معظم الإصابات الجديدة في منطقة العاصمة المكتظة بالسكان، تقول السلطات الصحية إن البلاد على شفا تفشٍ عام، وطالبت الناس بالبقاء في منازلهم والحد من السفر. سجلت وزارة الصحة في الفلبين ما يقرب من 3000 إصابة جديدة بفيروس كورونا و34 وفاة. قالت الوزارة إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد ارتفع إلى 197164 حالة، وأن خمس هذا الرقم تم تسجيله في الأيام العشر الماضية. أضافت أن عدد الوفيات ارتفع إلى أكثر من 3000.
أظهرت بيانات فريق عمل مكافحة كوفيد 19 في إندونيسيا أن البلاد سجلت 2447 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 157859 حالة. وأعلنت إندونيسيا تسجيل 99 وفاة جديدة بالمرض، ليرتفع عدد الوفيات فيها إلى 6858، وهي أعلى حصيلة وفاة بالفيروس في جنوب شرق آسيا. تختتم الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم أعمال اليوم الرابع والأخير من المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة في المرحلة الأخيرة للقبول بالبرنامج بعد عدة اختبارات لكافة النواحي الشخصية والعملية للمتقدمين. بدأت المقابلات الشخصية السبت الماضي واستمرت حتى اليوم ل 686 شخصا. شارك في لجان المقابلات عدد من الوزراء والمحافظين والخبراء، بالإضافة إلى رؤساء الجامعات والهيئات وأعضاء مجلس أمناء الأكاديمية. يهدف البرنامج إلى بناء كوادر ذات كفاءة عالية قادرة على فهم واستحداث الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث يتماشى مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة، مما يجعلهم قادرين على تبوء المناصب القيادية المختلفة. وتم تخريج الدفعة الأولى من البرنامج ب 190 متدرب و 640 ساعة تدريبية في شهر يناير عام 2018. تضم حاليا الدفعة الثانية 79 متدربا، والتي بدأت الدراسة بها في شهر نوفمبر الماضي. أعلن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ استئناف عمل مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، وذلك عقب توقفه تنفيذا للتعليمات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع فيروس كورونا. وقال الشيخ إن المركز بدأ في تقييم المتقدمين للندب من بين موظفي الجهاز الإداري للدولة لوظائف بالنيابة العامة، ومن المقرر أن يتم تقييم المتقدمين خلال الفترة من الاثنين القادم وحتى الخميس مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية. قال وزير السياحة والآثار دكتور خالد العناني إن كورونا لم يوقف العمل في مشروع المتحف المصري الكبير. وخلال جولته مع الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولو ليكاشفيلي بالمتحف الكبير، أكد العناني اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية في المواقع الأثرية حفاظا على حياة السياح. من جانبه قال أمين عام منظمة السياحة العالمية إن المتحف المصري الكبير صرح سياحي كبير، وقال إنه سيحضر حفل افتتاحه وسيعمل على إعادة معدلات السياحة في مصر إلى ما كانت عليه قبل فيروس كورونا في مختلف الجهات السياحية المصرية. برحب بحضراتكم في هذا الصرح الثقافي العظيم، واللي أحب أقول إن أنا كل ما أجي هنا المتحف أنا شخصيا بنبهر أكتر من المرة اللي جيت قبلها. وبحب هنا أوجه الشكر للواء عاطف مفتاح وفريق العمل المعاون له على هذا الإنجاز اللي بيعملوه للبشرية كلها. فعلا المتحف هيكون مفاجأة للعالم كله. إحنا النهاردة في نهاية زيارة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زيارة مهمة جدا، هي أولى زياراته خارج أوروبا، أولى زياراته الرسمية خارج أوروبا. جه أول امبارح بالليل، زرنا، وصل السبت مساء، زرنا الغردقة، شفنا المستشفيات، شفنا الفنادق، مراكز الغوص، الرحلات البحرية، مطار الغردقة، مطار القاهرة،
بالأمس صباحا شرف بلقاء مع السيد رئيس الجمهورية، ثم زيارة مشروع متحف الحضارة، ثم لقاء رسمي بين الوفدين المصري ومنظمة السياحة العالمية، ثم تشرفنا بلقاء دولة رئيس مجلس الوزراء، ثم اجتماع مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والمستثمرين السياحيين، ثم عشاء داخل حديقة المتحف المصري بالتحرير. صباح اليوم توجهنا إلى منطقة أهرامات الجيزة، والآن أنهينا ولقينا ما ينفعش ننهي اللقاء بأحلى من المتحف المصري الكبير اللي هيكون مش مشروع ثقافي وأثري بس، ولكن مشروع سياحي هو الأهم في العالم في القرن 21. أعلن وزير النقل كامل الوزير وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة بإجمالي 13 عربة إلى ميناء الإسكندرية. وأكد الوزير أن إجمالي العربات الجديدة التي وصلت حتى الآن بلغت 46 عربة ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة بإجمالي تكلفة بلغ 1.16 مليار يورو. لافتا إلى أنه سيتم دخول العربات الجديدة التي تصل تباعا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد، ليرى المواطن شهريا دخول 3 قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة، وهو ما سيساهم في استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وإحداث نقلة نوعية هائلة في مستوى أسطول العربات بالسكة الحديد. تواصل وزارة التموين تنفيذ حملاتها بجميع الإدارات التموينية لمتابعة تطبيق المخابز للقانون الجديد والالتزام بالوزن القانوني والمواصفات الفنية لرغيف الخبز. أشار وكيل وزارة التموين بالقاهرة عبد النعيم حامد إلى توافر الخبز بالأوزان القانونية والمواصفات القياسية وبأعلى جودة، وأيضا بكميات كبيرة مؤكدة الحصول المواطنين على الخبز بسهولة ويسر بالمخابز. بالنسبة للخبز زي ما انت شايف متوفر بأوزانه، مواصفاته القياسية، بجودته العالية، متواجد بكميات كبيرة جدا. المواطن بيحصل على الرغيف بتاعه بسهولة ويسر مع توافر وجودة وانتشار ان شاء الله. زي ما سعادتك مناطق شفت سعادتك الويل النهاردة وعبدين والقاهرة، واحنا دينا في الشرابية مناطق كل المناطق الموجودة في محافظة القاهرة توافر خبز بجيد مع ثبات السعر، وزي ما انت شايف الحالة بالنسبة للمواطنين. مشاهدينا، في ختام هذه الجولة من الأخبار نذكر حضراتكم بأبرز ما ورد بها من أنباء. السيسي يبحث مع العاهل الأردني تعزيز التعاون الثنائي من خلال آلية التعاون الثلاثي مع العراق. حمدوك يبحث مع بومبيو في الخرطوم حذف اسم السودان من قائمة الإرهاب. ووزير الخارجية الألماني يؤكد وقوف بلاده مع اليونان في خلافها القائم مع تركيا. انتهت النشرة مشاهدينا الكرام، ونحيط علم حضراتكم بأن التردد الجديد لقناة أكسا نيوز أصبح 11785 في. كنا معكم دينا زهرة وأنا ليلى كفوزي في هذه النشرة الإخبارية. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.